يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. في دروس كده بنتعلمها من التاريخ، بنتعلمها من الممارسه، بنتعلمها من التجربه ومن الخبره. ومن دروس التاريخ اللي اتعلمناها او اللي علمها لنا النادي الاهلي هو انه دايما الحساب بيكون في نهايه الموسم. ايه مناسبه الكلام ده؟ اقول لحضراتكم مناسبه الكلام ده هو الكلام على فايلر، اللي بالمناسبه يمكن في بدايه الفقره لازم اقول له طبعا كل سنه وانت طيب. فايلر النهارده بيحتفل بعيد ميلاده، والكلام على فايلر كتير جدا. وخدوا بال حضراتكم انه في وقت من الاوقات بيبقى تسريب خبر معين او الدخول حتى في مفاوضات جاده في توقيت معين مع مدير فني او مع لاعب مش بيبقى هدفه جديه التعاقد. يعني وانا عارف انه في كلام كتير جدا على فايلر في الفتره الحاليه، انا بكلم جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي واعتقد انه جمهور حتى النادي الاهلي بقى بيعمل او ماشي بنفس السياق، انه المنهج بتاعنا ان احنا نحاسب في نهايه السيزون، والسيزون ده لسه طويل وممتد، ويهمنا جدا كجمهور ان احنا نحافظ على حاله استقرار اللي بيعيشها فريق النادي الاهلي وجهازه الفني في الفتره الحاليه، وخصوصا طبعا ان احنا مقبلين على قبل نهائي افريقيا. لكن خدوا بال حضراتكم انه ترديد اخبار من النوع ده او تساؤلات من النوع ده في وسائل الاعلام المختلفه هدفه ممكن يبقى تشتيت الراجل نفسه. يعني انا ممكن اقدم لك عرض جدي او يحصل تواصل او الدخول في مفاوضات حقيقيه بهدف ان انا اطلعك من حاله التركيز اللي انت عايشها مع النادي الاهلي، او على الاقل تقدير اوتر اللعيبه، ادخل الفريق بتاعك في حاله توتر، والله راجل مكمل لا مش مكمل، او حتى امارس نوع من انواع الضغوط على اداره النادي اللي بتفكر انها تجدد او تكمل مشوار مع الاداره الفنيه من عدمه. مش بكلم على فايلر تحديدا، بكلم حضراتكم على الاسلوب والمنهج اللي بنشتغل فيه، لانه ورا الكواليس في حاجات كتيره جدا يمكن او خطوط حاجات بين السطور يمكن الجمهور ما يقدرش يقراها. على كل الاحوال انا بعتقد انه فايلر مقدم موسم اكتر من رائع رغم حاله هجوم شديده جدا. يعني بفتكر بدايات الراجل او مش بداياته ده، من مجرد بمجرد ما تم الاعلان من قبل اداره النادي الاهلي انه تم التعاقد مع السويسري ريني فايلر، انا فاكر حاله هجوم عنيفه جدا. مين فايلر؟ تاريخه ايه؟ لا يمتلك الشخصيه، لا يمتلك المقاومات، رغم الراجل اساسا يعني احنا ما جبناش مدرب مثلا ليه سي في محترم في افريقيا، فاحنا عارفين الانديه اللي هو تولى مسؤوليتها، عارفين النتائج اللي حققها مع الانديه الافريقيه، عارفين شخصيته في اداره الفريق، الناحيه الفنيه عنده قويه ضعيفه. ده راجل جاي من سويسرا وجاي من نادي مش قليل حقيقه، يعني تجربته مع اندرلخت، خدوا بال حضراتكم اللي انا عارف اندرلخت يعتبر من انديه القمه في بلجيكا، يمكن يكون نادي الاكبر في بلجيكا، لكن على مستوى اوروبا يمكن ما يكونش بيحظى بقاعده جماهيريه كبيره عند الجماهير المصريه او بتتابعه، لكن فايلر كان حاله مع اندرلخت الحقيقه. وبالتالي اعتقد ان الارقام اللي حققها الراجل مع الاهلي في السيزون ده، احنا بنتكلم على تقريبا 41 ماتش او 42 ماتش في 39 ماتش، اجمالي عدد الماتشات اللي لعبها الاهلي تحت قياده ريني فايلر، منها 31 فوز وست تعادلات، متصدر البطوله. واعتقد اقول يعني وانا بمنتهى الاريحيه الاهلي خلاص فاز بالدوري حتى لو فاضل لنا ثلاث نقط، ومقدم سيزون كويس جدا محترم رغم انه ملوش خبره في افريقيا ووصل ربع نهائي، وان شاء الله باذن الله يكمل مشواره بمنتهى النجاح. نتكلم بقى مع حضراتكم عن لاعبتنا المحترفين. السيزون ابتدى في انجلترا، عندنا اثنين طبعا عندنا اربعه لعيبه بيشاركوا، لا معلش انا اسف، البريمير ليج السنه دي خمسه لعيبه مصريين بيشاركوا فيها: محمد صلاح، محمد النني المحمدي، تريزيجيه، واحمد حجازي. الحقيقه البدايه امبارح لليفربول وبدايه اكثر من رائعه، مباراه قويه جدا مع ليدز يونايتد الصاعد من الشامبيونشيب، ماتش كان حماسي جدا، جون هنا وجون هنا لغايه اخر 10 دقائق، تعادل 3-3، هيفي سكور الحقيقه بالنسبه لليفربول بيلعب في الانفيلد على ملعبه. خدوا بال حضراتكم الليفر ما خسرش بقاله فتره كبيره جدا، انا عارف انه عامل رقم قياسي على ملعبه، ما تعرضش لخساره على ملعبه في الدوري الانجليزي، اعتقد رقم قياسي. وبالتالي كان وجوده امام ليدز الصاعد حديثا للبريمير ليج في يعني كان في ازمه، كان في مشكله لو انتهت الماتش 3-3، لكن طبعا قدر ليفر ان هو يحسمها لصالحه 4-3. الاهم في الموضوع انه صلاح مبتدي سيزون ببدايه قويه جدا، هنتكلم على هاتريك في اول مباراه، وده في حد ذاته رقم قياسي جديد بيحققه محمد صلاح. عايز اقول لحضراتكم كمان انه محمد صلاح في ثلاثة سيزون متتاليين بيسجل في الجوله الافتتاحيه، وده يعتبر كمان رقم قياسي بيضاف طبعا للسجل الحافل من الارقام
القياسية. طيب خلينا نروح من خلال سكايب طبعا للصحفي ومدير موقع في الجول يلا كورة، رئيس تحرير يلا كورة، أهلا بيك. أهلا بيك يا أحمد، وأهلا كريم. بكل أهلا مشاهدي وسهلا. أهلا وسهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. كريم خليني ابتدي معاك من البريمير ليج، يعني انا عايز طبعا اخد معاك جوله كده سريعا في نجومنا المحترفين في اوروبا، لكن احنا عندنا في البريمير ليج خمسه من نجومنا المحترفين هناك، طبعا اهمهم المو محمد صلاح اللي قدم امبارح بدايه قويه جدا لافتتاحات السيزون، وقدر ان هو يسجل هاتريك في مباراه ليفربول امام الليدز. ملاحظاتك ايه على الاداء امبارح، وخصوصا طبعا انه كان في كلام كتير جدا قبل بدايه السيزون على صلاح والسيزون اللي فات والارقام بتاعته وانه مستواه بدا في التراجع. طبعا بنتكلم على بدايه محمد صلاح، واحد من اللعيبه لو خدنا بالنا محمد صلاح واضح جدا جدا تركيزه على الوصول للقب افضل لاعب في العالم، ده واضح جدا جدا ان ده التارجت بتاع محمد صلاح. ده يبان من ايه؟ يبان من البدايه اللي بيبدا بيها الموسم السنه دي مع ليفربول، رغم كل الظروف، رغم كورونا، رغم الابتعاد عن الظروف الطبيعيه، بعد حتى خروج الفريق من الشامبيونز السنه اللي فاتت قدام اتلتيكو مدريد، الظروف الحاليه في الرياضه في العالم كله، ولكن محمد صلاح مركز تماما على نفسه، على اللياقه البدنيه بتاعته، على ادائه، وبالتالي بيبدا الموسم ببدايه ولا اروع، بيحقق مباراه امبارح طبعا بعيد عن الهاتريك، بنتكلم محمد صلاح امبارح حقق عدد كبير من الارقام القياسيه، ابرزها طبعا مقرب من نادي ال 100 مع نادي ليفربول بتسجيله امبارح 3 اهداف، وصل للرقم 97. كمان محمد صلاح كسر حاجز ال 50 هدف مع ليفربول في الدوري، وده رقم ما حققوش غير لعيبه عظام في تاريخ النادي زي مايك اوين، جريام، اللعيبه دي هي بس اللي حققت الرقم ده مع ليفربول. وبالتالي كمان الموسم الرابع التوالي محمد صلاح بيحرز هدف في الانطلاق مع ليفربول، وده طبعا رقم مميز جدا جدا بيورينا مدى التركيز والذكاء اللي عند محمد صلاح في انه بيدي بدايه قويه مع فرقته بتخليه دايما في مصاف المنافسه على لقب الهداف حتى نهايه الموسم. ناس كتير جدا كريم بتسال على رغم ان احنا في بدايه سيزون يعني، لكن في ناس بتقول لك انه والله صلاح ادى كل اللي عنده او حقق كل اللي ممكن يحققه مع الريدز، هل من الممكن انه يبقى افضل له انه الخطوه الجايه تكون بره ليفربول، او على اقل تقدير خليه بلاش اقول بره ليفربول، بره البريمير ليج، نشوفه في دوري زي الدوري الاسباني، نشوفه في دوري زي الدوري الالماني، وان كان الالماني مستبعد شويه، لكن هل بتتفق مع نفس وجهه النظر؟ يعني في بعيدا عن ريال مدريد او برشلونه، هم دول الخيارين اللي اعتقد عند محمد صلاح اللي ممكن يفكر فيهم اذا الظروف سمحت انه يجي له منهم عروض. ولكن خلينا نبص على محمد صلاح تاني وارجع للنقطه اللي انا بدات بيها الدخله بتاعتي، ان محمد صلاح بيتارجت لقب افضل لاعب في العالم. طبعاً احنا يا احمد لك رياضيين في مصر وحتى لعيبه الكوره في مصر ممكن يحقق النجاح في بعض الوقت وبعد كده هوب تلاقي الاداء هبط، او تلاقيه مثلا بيتارجت الفلوس او بيحقق عائد مادي جيد جدا وخلاص بينصرف تماما عن التركيز في الرياضه. لكن في وجهه نظري الشخصيه بشوف محمد صلاح حط نفسه في مصاف اثنين لعيبه هما ميسي وكريستيانو رونالدو، هو شاف ازاي اللعيبه دي او اثنين لعيبه دول تعبوا عشان يفضلوا على قمه الكوره لاكثر من 10 سنوات، وبالتالي انا شايف ان محمد صلاح بيكسر العاده المعتاده عند لعيبه الكوره المصريه، حتى احنا في المباراه نقول اللعيب او الفريق المصري اول ما بيوصل للتارجت بتاعه الاداء بيهبط او بيقلع. محمد صلاح واضح جدا هو بعيد تماما عن الثقافه دي، بعيد عن العقليه دي، هو مركز على التارجت بتاعه، التارجت بتاعه ده عشان يحققه فعلا محتاج كذا سنه عشان. طب خليني كريم اخد رايك في الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها تحديدا، لانه انا بشوف دايما انه اللعيبه المصريه يعني بنشوف عندنا درر، عندنا مواهب تستحق تلعب في اكبر الانديه في العالم، تلعب في البارسا وتلعب في المان يونايتد وتلعب في المان سيتي وتلعب في البايرن، لكن اللي بينقصهم الجزئيه تحديدا اللي انت بتتكلم عليها، فكره انك انت تخلق لنفسك الحافز، فكره ان طموحك ما يقفش عند حد معين، فكره انك كل ما تحقق هدف تحط لنفسك هدف ابعد منه، فكره انك طول ما عندك القدره تقدر تطور من نفسك ومن ذاتك ومن مستواك. تفتكر دي حصلت لصلاح ازاي؟ حصلت الثقافه دي اتولدت عنده ازاي؟ ما هو احنا عندنا لعيبه مصريين كتير جدا كانوا هايلين وشاطرين وسافروا بره بس ما قدروش يكملوا او يعملوا نفس المشوار اللي بيعمله محمد صلاح.
طبعا هدل على كلامك بمثل جيد جدا او مثلين قدامنا وجهه نظري، مثل عمرو زكي ومثل ميدو. يعني عمرو زكي لو تفتكر لما راح ويجن وجاب الهدف التاريخي، واحد من احلى الاهداف اللي كثيره في تاريخ الدوري الانجليزي، لما جابه في ليفربول في الانفيلد الباكورد اللي عملها من على مشارف منطقه الجزاء. لكن شوف عقليه عمرو زكي ما قدرتش تساعده ان هو يركز في الكوره. حتى برضه ميدو كان ميدو ماشي مع زلاتان ابراموفيتش، يعني كان حتى تعداه. يعني زلاتان ابراموفيتش كان بيقعد احتياطي لميدو في اياكس، دروكبا كان بيقعد احتياطي لميدو في مارسيليا الفرنسي، ولكن ميدو جه بعد فتره الى حد ما بدا يفكر في امور خارج الملعب اكتر ما هي جوه الملعب، وبالتالي خسر المشوار. النقطه بتتكلم عليها الاجابه عليها سهله جدا، وهي ان اللعيبه بتبدا او ما بتحرز بعض من النجاح الفني بيجي طبعا نتيجه له مقابل مادي كبير جدا. او ما اللاعب بيبدا يفكر في الامور الماليه والامور الحياتيه بره الملعب، هنا بتبدا لحظه انهاء. محمد صلاح ما عملش كده. محمد صلاح طول عمره بنشوفه كلاعب ما بيفكرش في الفلوسات، وبالتالي هو مركز في نفسه، بيستثمر في نفسه. وبرضه لازم اشيد بمدير اعماله، لان مدير اعماله قدر يحطه على الطريق ده في امور كتيره، وبدا ينظم له حياته. محمد صلاح فعلا بقى لاعب محترف بكل ما تعنيه الكلمه، وكل ما بيزداد بريقا وكل ما بيزداد بطولات بيبقى عنده نهم اكبر. وهنا حتى خليني امثل هذا المثل طبعا جمهور النادي الاهلي بمانويل جوزيه. يفتكر تصريحات لعيبه النادي الاهلي عن مستر مانويل لما كان بعد ما يحرز البطوله يقول لهم انتوا ما عملتوش حاجه. تخيل لما مدير فني موسم 2004 2005 واخد 5 بطولات شارك فيهم، 2005 2006 خد ال5 بطولات شارك فيهم، 10 بطولات في موسمين. يعني التارجت بعيدا طبعا عن كاس عالم انديه، ان هو طبعا كاس عالم انديه اكيد مش تارجت ليه، هو خد يعني وحتى خد مركز ثالث وبرونزيه. نعم، ولكن بعد كل ده بيشحن اللعيبه، انت ما وصلتش، انت لسه ما عملتش. وحتى هو كان ليه جمله شهيره جدا خليني اقولها، كان يقول للعيب الكوره انت مش نجم سينمائي، انت مش دكتور، انت راجل جاي يتمتع الجماهير. وبالتالي ازاي النهارده الرياضي لازم يفوكس، لازم يركز في مشواره عشان يقدر يحقق تارجت كبير. لان اللاعب اول ما بيبص للماده او ما بيبص للفلوس اعرف ان عمره الفني داخل الملعب صحيح. هو الحقيقه في مشوار الاحتراف اذا كنت بتدور على الماده فاعرف انك انت يعني ابتديت طريق النهايه او طريق الخروج عن المسار. طول ما انت بتفكر انك انت تحقق انجاز او تطور من قدراتك او تطور من مستواك، اعرف انه الماده جايه. واعتقد انه صلاح دليل كبير جدا على الكلام ده. اروح معاك للنني، والنني كان علامه استفهام كبيره جدا. يعني بعد ما كان في كلام هيكمل في الارسنال، لا مش هيكمل في الارسنال، راح تركيا، قدم مستوى ما اعتقدش انه كان ثابت او مبهر. لكن مع رجوعه للارسنال مره تانية وتحديدا من ماتش الدرع الخيريه، وخد بالك انه دلوقتي ارسنال تحت قياده ارتيتا، وارتيتا يمكن كان بيلعب مع النني، يعني زامله في الملعب في وقت من الاوقات. بنلاقي النني تاني خالص، بنلاقي النني في ماتش ليفربول بيقدم واحده من احسن ماتشاته، وحتى في مباراه فولهام اللي فازوا بيها 3-0 خد اشاده كبيره جدا، وخصوصا يبدو ان في اقتناع كبير جدا من ارتيتا. هل بتشوف انه في شيفت في مستقبل النني مع الارسنال؟ شوف، انني لما احنا كنا دايما بنقول، او على المستوى الشخصي كنت بقول دايما انني اتاخر قوي في الخروج من ارسنال في فتره يوناي امري، كان لازم انني ياخد قرار الاعاره عشان يبدا يلعب. وهنا لازم يشيد بالفتره اللي اداها انني مع باشكتاش. باشكتاش قدر ان هو يرجع انني لمستواه بسبب المشاركه الكثيره في المباريات الرسميه. مش مهم انك تتدرب مع فريق كبير، حتى بتتدرب مع ريال مدريد نفسه، بتتدرب مع برشلونه، ما بتلعبش مباريات وما عندكش خبره المباريات وبتطور مستواك، اعرف ان انت هتقف عند حته مش هتمشي عند ده بالظبط. حتى نفس المثل اللي حصل مع رمضان صبحي لما رجع النادي الاهلي، والنادي الاهلي قدر ان هو يرجعه لكثير من مستواه سواء مع المنتخب الاولمبي او حتى مع النادي الاهلي لما شفناه. وبالتالي انني لما قعد الفتره دي مع بشكتاش قدر يستعيد كثير من بريقه. وهنا لغه الارقام فقط هي اللي هتعرفنا ليه ارتيتا بيلعب النني هاف ديفندر اساسي في الطريقه بتاعته. طبعا بيحب ارسنال، عارفين الفريق بيلعب بطريقه اقرب الى 3
4 3 والطريقه دي واحده من الطرق اللي عليها ضغط كبير جدا على الاثنين اللي بيلعبوا في وسط الملعب، وبالتالي اختيار ارتيتا للنين اللي يلعب جنب تشاكا في المركز ده تعرف ان هو اختيار مش هباء، مش اختيار مجامله او اعتباط. وخليني اديك بعض الارقام عشان نفهم النني عمل ايه مع فولهام امبارح. النني امبارح عمل 64 تمريره في نص الملعب، تمام كده؟ طيب، واحده من المشاكل كانت عندي انا المستوى الشخصي مع اي لعيب هاف ديفندر في مصر، خصوصا حسام عاشور، كنت دايما اقول في تحليلي له انه ليه ما بينضمش لمنتخب مصر، ان 70% من تمريرات حسام عاشور كانت باد باس. لورا. يعني ايه؟ كان بيباصي لورا للمدافعين. طيب، امبارح النني عمل كام باص امامي؟ عمل 71% من باصاته تمريرات اماميه. اكتر لاعب خد من النني باصات هو ويليام، اللي هو امبارح الناس شافته كبلاي ميكر لارسنال. طيب، النني لعب كام كوره طوليه عاليه عشان حتى يتخلص من كوره؟ 7 مرات بس من 64 تمريره، يعني بنتكلم على نسبه قليله جدا. ده يوضح لنا ازاي بالظبط ازاي ان النني بيحتفظ بالكوره وبيلعب جود باس، بيلعب باس له قيمه، بيلعب باس له فاعليه. طيب، الهدف الثالث لارسنال جه ازاي؟ جه ان النني عمل دور السي دي ام او الهاف ديفندر بما كل ما تعنيه الكلمه، وزي ما القاموس بيقول هجمه عليا قدرت اقطعها ووقف الهجمه اللي على فريقي، لعبت الكوره لويليام اللي ويليام بعديها لعب. طيب كريم، في اقل من 30 ثانيه عشان ما نظلمش كوكا المظلوم اساسا، لان كوكا الحقيقه على مستوى المسيره الاحترافيه اعتقد انه واحد من انجح اللاعبين المصريين في اوروبا. السنه دي فايز بدوري وكاس مع اولمبياكوس، واخد احسن لعيب، رغم طبعا ما شاركش في الكاس في نهائي الكاس، لكن واخد احسن لعيب في الدوري. ايه قصه كوكا مع الجماهير المصريه، وهل شايف انه اللعيب ده ما خدش حقه لغايه دلوقتي ولا لا؟ بس بايجاز شديد جدا بس استاذنك. يعني سريعا، اعتقد ان كوكا استثمر الهجوم اللي حصل عليه في الكان لما كان بتنظم في مصر، والهجوم اللي حصل عليه من جمهور مصر بصراحه وكان كان هجوم مبرر، ما كانش فيه اي ظلم، ان كوكا لحد ما كان فيه مشاكل كثيره في الاداء، هو استثمر اعتقد الهجوم ده وقدر يطور نفسه مع اولمبياكوس، اتطور بالثنائيه الدوري والكاس، بس يتبقى له انه يظهر لنا او يعكس لنا المستوى اللي قدمه مع اولمبياكوس في الانضمام الجاي ان شاء الله لمنتخب مصر، هنقدر نقيمه بشكل افضل. كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كوره، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا من خلال سكايب في السادسه مساء. شكرا جزيلا، وفقرتنا في السادسه لسه مستمره مع حضراتكم، نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.